تحت شعار مصر إفريقيا ثقافة التنوع، تنطلق اليوم فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020 في دورته 51، على أن يكون الدخول متاحا للجمهور ابتداء من غد الخميس وحتى 4 فبراير المقبل. إدارة المهرجان قررت أن تكون دولة السنغال ضيف شرف الدورة الحالية، كما تم اختيار المفكر الراحل جمال حمدان شخصية المعرض هذا العام. عدد الأجنحة في المعرض بالدورة الحالية تصل إلى 808 أجنحة، وعدد الناشرين والجهات الرسمية والأجنبية تبلغ 900 دار نشر وجهة يمثلون 40 دولة، وتبلغ عدد مكتبات سور الأزبكية المشاركة 41 مكتبة، وعدد الناشرين للكتاب الصوتي والإلكتروني 7 منصات، فضلا عن مشاركة 255 من الناشرين العرب. تقام على هامش المعرض العديد من الندوات الثقافية، إضافة إلى عروض السينما والمسرح والمعارض التشكيلية والعروض الموسيقية. ولمتابعة سير العمل، شكلت وزارة الثقافة غرفة عمليات لمتابعة سير العمل طوال أيام الفعاليات الثقافية والفنية والتواصل مع الجمهور وتذليل كل العقبات التي قد تواجه الزوار أو العارضين. الدورة الحالية تشهد ولأول مرة إطلاق تطبيق إلكتروني يساهم في التيسير على الزائرين لمعرفة أماكن دور النشر وما تعرضه من الإصدارات بجميع بياناتها والفعاليات المصاحبة ومواعيدها أيضا. يعد معرض القاهرة الدولي للكتاب أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط، كما يزوره نحو 2 مليون شخص سنويا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، لسه مكملين معاكم فقرات هذا الصباح. زي ما تابعنا في التقرير، حيفتتح النهاردة فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 51. طبعا بتترقب العديد والكثير من الأسر المصرية هذا المعرض من السنة للسنة، وخلاص بقت فعالية سنوية بتقام كل عام في نص السنة. طبعا تزامن المعرض مع أجازة نص السنة ده طبعا بيشجع كتير من الأسر المصرية على الذهاب للمعرض وقضاء يوم جميل بين الأروقة المختلفة لدور النشر المتعددة اللي بتتواجد وبتكون حريصة على التواجد في المعرض، سواء دور نشر مصرية أو عربية أو حتى أجنبية. السنة دي وزي ما تابعنا في التقرير، السنغال هتكون ضيف شرف مهرجان أو معرض هذا العام. هنتعرف أكتر عن المعرض وأهميته والجديد اللي بيحمله في دوريته 51. معنا دلوقتي دكتور شريف سعد الجيار، أستاذ النقد والأدب المقارن بكلية الأداب جامعة بني سويف. دكتور شريف صباح الخير وأهلا بك، وكل سنة وحضرتك طيب. صباح حضرتك طيب وكل خير، أهلا وسهلا. معرض القاهرة الدولي للكتاب السنة دي في دورته 51 2020، حضرتك متوقع أو إيه اللي بيترقبه جمهور ورواد المعرض هذا العام بخلاف أو بيختلف ويميز المعرض عن السنوات السابقة؟ طبعا بشكر حضرتك، كل سنة وحضراتكم طيبين والشعب المصري والشعب العربي بكل خير وبكل سعادة مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 51. طبعا 51 دورة، ده معناه أن مصر ليها عبق كبير جدا في الخطاب الثقافي، ليس في مصر أو العالم العربي، بل هو نافذة حقيقية على العالم بشكل عام. أنا أعتقد الدورة دي الجميل فيها هو فكرة الانفتاح على إفريقيا على صعيد ثقافي. نحن نعلم ان احنا علاقتنا بافريقيا علاقه الشقيق بالشقيق. الرئيس فتح السيسي هو رئيس الاتحاد الافريقي، مصر متزعمه افريقيا، والاستراتيجيه الموجوده الان حتى على صعيد التنميه داخل افريقيا مصر بتمثل الاساس فيها. وبالتالي معرض القاهره الدولي للكتاب بوجود السنغال وهي دوله شقيقه في العمق الافريقي يعني ضيف شرف هذا العام. وشعار المعرض السنه دي مصر افريقيا ثقافه التنوع. طبعا ده معناه انه احنا بنقول احنا اشقاء افريقيا، مصر تقود القاره السمراء بشكل عنوان الثقافه المعرفه التنوير، وبالتالي مصر بتقدم افريقيا بشكل جديد الى العالم. انا اعتقد السنغال كمان هيبقى ليها دور هذا العام، ان كان على صعيد انشطه، ان كان على صعيد كتاب، إن كان على صعيد الثقافة السنغالية تقدم بشكل أو بآخر للضيف المصري والضيف العربي داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب. الحاجة الثانية الجميلة جدا لنا سعدت بها جدا إنه شخصية أو جمال حمدان هو شخصية المعرض. طبعا جمال حمدان هذا الاسم العلم
اللي بيؤكد على جمال الأرض المصرية، الحدود المصرية، كمان إلى جانب السنغال. رمزية جمال حمدان معناه عالم الجغرافيا المهم، بيؤكد على أن مصر هي مركز العالم، ليس فقط على صعيد تجاري كما هو موجود في التاريخ، ولكن أيضا أساس ومنبع وجذر وتأصيل للخطاب الثقافي العالمي، وليس الخطاب الثقافي المصري العربي الإفريقي فقط. أنا شايف أن في تنوع هذا العام على صعيد الأنشطة، وده بقى اللي حضرتك سألت عليه في مسألة الجمهور عايز إيه السنة دي، أو الجمهور هيشوف إيه السنة دي. أنا شايف الأنشطة متنوعة جدا، بتعدد 900 نشاط بشكل أو بآخر. الضيوف الموجودين على صعيد النقاد والفنانين والمثقفين بشكل عام يعدي 950 مشارك كناقد وفنان وكمثقف وكعالم موجود في الأرض المصرية أو الأرض العربية أو حتى على مستوى العالم. أنا شايف في أنشطة كمان، إن كان للأطفال إن كان ندوات متنوعة بشكل أو بآخر، إلى جانب بقى دور النشر الضخمة اللي زادت السنة دي، في دور نشر عربية إلى جانب دور النشر المصرية. والجميل أنا بشكر وزارة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم إنها يعني أدخلت سوق الأسبكية، ولكن خدت منه حوالي 41 دور نشر من سوق الأسبكية. ده معناه إن كل الفئات المصرية العربية المشاركة هتجد يعني سبيلها وتجد طريقها إلى كتاب على صعيد بقى ثمن كتاب، إن كان غالي أو إن كان رخيص، الكل موجود والشرائح المختلفة موجود. تمام. على ضوء التطور التكنولوجي دكتور اللي موجود في العالم وحتى في مصر في السنوات الأخيرة، هل ده خصم من رصيد معرض القاهرة الدولي للكتاب؟ وهل لسه المعرض بيحافظ على استقطاب شرائح عمرية جديدة لزيارة المعرض، ولا خلاص هو بيحافظ على الزائر أو الجمهور التقليدي اللي متعود يروح كل سنة معرض القاهرة الدولي للكتاب؟ طبعا أنا أشارك حضرتك أولا بأهمية معرض القاهرة الدولي للكتاب على مستوى العالم، ربما يأتي بعد فرانكفورت أو يأتي من أهم يعني ثلاث معارض على أو ثلاث معارض على مستوى العالم. مصر يعني هي كدولة مهمة وراء معرض القاهرة الدولي للكتاب، لأنه إحنا المعرض لازم نؤكد على أنه ليه أهمية في فكرة فتح النوافذ المعرفية والثقافية على العالم، فتح النوافذ السياحية كمان الاقتصادية على العالم، فتح النوافذ التنوير على مستوى العالم. كل هذا بيمهد الأرض المصرية بشكل أو بآخر على تأكيد أن معرض القاهرة الدولي للكتاب اللي بيعقد في 2020 بيمثل أهمية كبرى على صعيد ثقافي معرفي، حتى على صعيد سياسي بشكل أو بآخر. أنا شايف أن النقلة الحضارية الثقافية المعرفية التكنولوجية حتى اللي موجودة على مستوى العالم العكس هتفيد معرض القاهرة الدولي للكتاب، لأنه الفئات الكبرى اللي موجودة في المعرض هذا العام وحتى الأعوام السابقة هتجد الشريحة من الشباب. الشاب المصري والشاب العربي والشاب على مستوى العالم الآن بيتعامل مع التكنولوجيا بشكل ضخم جدا، لأنه هو ابن التكنولوجيا، هو ابن النقلة الجديدة على صعيد معرفة ثقافية تكنولوجية. المعرض هذا العام والأعوام بعض الأعوام السابقة أفاد من النقلات التكنولوجية، يعني هو عنده بعض الأبليكيشنز اللي بتي يعني تعطي سهولة جدا للزائر إنه يعرف دار النشر اللي هو عايزها فين، نوعية الكتب الموجودة، أسعارها، الأجنحة اللي موجودة، البلازات اللي موجودة، الجناحات والأجنحة اللي موجودة اللي فوق 800 جناح اللي موجودة هنا أو هناك. وبالتالي المعرض بيعطي خريطة كاملة، ولكن هذه الخريطة على صعيد الأبليكيشن أو صعيد لغة العالم التكنولوجي الفضائي اللي بيحبه الشباب بشكل عام. وإحنا برضو دكتور لاحظنا في السنوات الأخيرة برضو المعرض خلاص يعني اختلفت، ما بقاش المعروض بس الكتب الورقية، لا لقينا السيديهات يعني التطبيقات مختلفة موجودة معروضة في المعارض في دوراته السابقة الأخيرة. والتطبيقات دي بتعني أن المعرض كل سنة العامل السابق ليه يعني يحدث من أدواته، بيسير على كل ما هو جديد، خاصة في الخطاب الثقافي مع الشباب، لأنه الشباب عايزين لغتهم، الشباب عايزين حد يفهم آليات التعامل مع الحياة اللي هم عايشينها. وبالتالي أنا شايف كلما استخدمنا التكنولوجيا بعض الشيء في الارنجمنت أو في الترتيب أو في الإدارة اللي موجودة داخل المعرض، أنا أعتقد الشباب بيحب ده جدا، وإحنا عايزين مش نستقطبه، عايزين نستوعبه كمان على صعيد الثقافة. وده اللي بيؤكد كل عام العام اللي قبله أن الشباب المصري والشباب العربي شباب مثقف وشباب واعي وشباب مدرك إيه الجديد داخل المعارض العالمية، مش معرض القاهرة الكتاب فقط. ولكن أنا أعتقد العام ده يعني أعتقد ولا أظن أنه الزوار هيعدوا 2 مليون، الشباب كمان هيزوروا المعرض وهيشاركوا في الأنشطة بشكل إيجابي جدا، خاصة الأنشطة اللي فيها شعر، فيها قصة قصيرة، حتى أدب الأطفال، لأنه ده على مستوى العالم بيمثل جزء أصيل من أي معرض. أنا أعتقد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020 هيدي الفرصة كاملة كمان لمبدعي أدب الأطفال أنهم يجدوا لأنفسهم مكان
يعني مرموق يقدمون فيه يعني نتاجهم الإبداعي. كمان نقاد أدب الأطفال هيجدون لهم مكانا مهما جدا داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب. الحاجة الأجمل اللي أنا شايفها إن كل كاتب على مستوى العالم هيزور مصر هيشوف إيه الجديد على صعيد إبداعي وصعيد نقد أدبي وصعيد فنون وصعيد ثقافة. يشوف مصر الجديدة في 2020، يشوف المنتج حتى في التنمية، إن كان على صعيد تنمية ثقافية أو حتى على صعيد تنمية مشروعات ضخمة تقيمها الدولة المصرية. وبالتالي إحنا لا نقدم خطابا ثقافيا في معرض القاهرة الدولي للكتاب فقط، ولكن بنقدم صورة للدولة المصرية وصورة للتنمية الثقافية المعرفية وصورة للتنمية الشاملة داخل مصر خاصة في المدن الجديدة. طيب دكتور شريف، هل تتوقع في البيع في المعرض خلال الدورة الحالية تتغير الخريطة؟ يعني احنا شفنا في آخر دورات كانت بتتصدر الكتب الدينية هي يعني المبيعات في معرض القاهرة الدولي للكتاب في الأعوام السابقة. هل نتوقع أن تتغير هذه الخريطة ولا المعادلة دي هتفضل مستمرة معانا في الدورة الحالية؟ أنا أعتقد فكرة التنوير بقى وفكرة تغيير الذهنية وتغيير الفكر الشباب المصري، وحضرتك ذكرت في مسألة التكنولوجيا بالتحديد وكشف يعني الاتجاهات الإرهابية الموجودة حوالين العالم وفكرة الداعشية وفكرة الأفكار المنغلقة، أنا أعتقد الشباب المصري واعي جدا، جمهور المصري والعربي خلاص أصبح واعيا بكل ما يحدث، من إن كان مؤامرة أو إن كان يعني حزبية خارجية ضد مصر أو ضد الدولة المصرية. أنا أعتقد لا، فكرة يعني شراء الكتب الدينية المنغلقة مش الدينية المعتدلة. يعني الدينية المعتدلة إحنا معها، الأزهر الشريف معها بشكل كبير جدا، ولكن بنتكلم على الكتب اللي بتؤدي إلى أحادية في الفكر. أنا أعتقد الشاب المصري واعي جدا، الجمهور المصري والعربي بعد الأزمات الموجودة في الدول العربية الآن عارف فين الكتاب المهم اللي يشتريه عشان يتنور مش عشان يصبح فكره فكر أحادي. أنا أعتقد إن الهدف الأساس في معرض القاهرة الدولي للكتاب في كل عام وليس هذا العام هو فكرة وجود تبادلية فكرية، وجود أفكار متعددة، وجود آخر، وجود شقيق في وطن. وإحنا بنتكلم على الآخر، وجود شقيق في الآخر، إلى أي مدى دور النشر العربية والأجنبية ما زالت بتكون حريصة زي سنوات وعقود سابقة إنها تكون حريصة على التواجد داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب وطرح إنتاجها الفكري في جنبات المعرض؟ أنا مش هقول بس معرض الكتاب المصري وأهميته، ولكن أقول ما فيش دور ناشر على مستوى العالم، مش العالم العربي ومصر بس، ما تتمناش أنها تكون جزء من معرض القاهرة الدولي للكتاب، لأن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعني مصر، يعني الدولة المصرية، تاريخ فرعنا، الشاب المصري، الثقافة المصرية. أنا أعتقد ما فيش دور على مستوى العالم لو دعيت من وزارة الثقافة أو حتى دعيت من الدولة المصرية هتقول لا، بل على العكس ستشارك. احنا 104 مليون او اكثر او فوق 100 مليون، فجمهور القراء الشريحه القرائيه اعتقد شريحه قرائيه ضخمه جدا. سنادي من قراءاتي للاعداد الموجوده على صعيد دور النشر العدد زاد مش قل، ده معناه ان في تسابق وفي تنافسيه نبيله وشريفه من دور النشر مصريه وعربيه وحتى دوليه انها تشارك بشكل او باخر، لان الحدث ليس حدثا قليلا، ده حدث ضخم. انت عديت ال 50 دوره، ده معناها ان حضرتك من 69 الى الان دوله لها تاريخ ثقافي ضخم لا، والمرجعيات الثقافيه السابقه. مصر دوله مهمه، وبالتالي اهميه مصر بتكمن كمان في الشكل العظيم والمضمون العظيم اللي موجود في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020. أنا شايف بشكل أو بآخر إن شاء الله تكون دورة موفقة، دورة ناجحة. الجمهور ودي دعوة للجمهور، بكرة من بكرة هيفتح المعرض أبوابه قدام الجمهور بكل جنسياته، لأنه الأفارقة الموجودين في مصر بنقول لهم أهلا وسهلا. السنغال هي رمز للعمق الإفريقي والجنوب الإفريقي موجود هذا العام، ودي مشاركة أولى، وأتمنى يعني كل الزوار على مستوى العالم يتفضلوا، لأن بعد كده يبقى فيه افتتاح للمتحف الكبير، وبالتالي ده تمهيد بشكل أو بآخر لمصر يعني المتقدمة دائما إن شاء الله. دكتور شريف سعد الجيار، أستاذ النقد والأدب المقارن بكلية الأداب جامعة بني سويف، شرفتنا. شكرا، كل سنة وحضرتك طيب، وإن شاء الله نتمنى من الجمهور أن هو يكون حريص على زيارة هذا المعرض في دورته 51، ويعني التذكرة حاجة بسيطة 5 جنيه، يعني مش حاجة، وإن شاء الله يستمتع كل رواد هذا المعرض في دورته الحالية. توفيق إن شاء الله. شكرا. كده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا إلى ختام حلقة النهاردة في هذا الصباح. بكرة إن شاء الله بعد موجز 8 الصبح حلقة جديدة وفريق عمل جديد وموضوعات متجددة. حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.